الذي جاء قبل بضعة عشر قرنا، رغم أميته، رغم أنه جاء من بيئة أمية ليس لديها علم، ليس لديها معرفة، ولكنه استطاع أن يأتي بتشريع قانون، قانون جزائي، قانون أخلاقي، بكل تفاصيل الحياة. يقول: سنكون نحن الأوروبيون أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمة هذا التشريع الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يصل إلى أهدافه إلا بعد أن واجه التحديات الكبيرة والتحديات العظيمة التي واجهها في بداية الإسلام، حتى قال صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كذبوه، اتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، اتهموه بالشعر، اتهموه بكل التهم، حاصروه، قتلوا أصحاب، شنوا عليه الحروب، ولكنه تحمل وصبر وجاهد وضحى هو وأصحابه وأهل بيته حتى استطاع أن يأتي اليوم الذي يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويرحل عن هذه الدنيا بعد أن أدى تلك الأمانة. ولا زال الإسلام يواجه التحديات، لا زال النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يواجه التحديات. يعني إذا كان هناك من شكك برسول الله واتهم رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الرسالة، فلا زال المشككون ولا زال المتهمون لرسول الله إلى يوم الناس هذا يشككون برسول الله ويتهمون رسول الله ويثيرون حوله التساؤلات. حتى رأينا قبل أسبوعين تقريبا صدور قرار المحكمة الأوروبية بتجريم المساس بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه هذا لا يعتبر من حرية التعبير. سابقا كان الذي يمس برسول الله ويعتدي ويسخر ويستهزئ يقولون هذا من حرية التعبير، فجاء القرار ليميز بين حرية التعبير أن تناقش فكرة الإنسان وعقيدته وبين أن تهزأ وتعتدي على ذاته وعلى شخصه، وهذا قرار رحبنا فيه ونرحب بمثل هذه القرارات. ولذلك إن شاء الله برنامج هذه الليلة بهذه المناسبة العظيمة الأليمة يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى كلمة بهذه المناسبة لأخينا الأستاذ محمد كاظم الشهابي بعنوان الإسلام والتحديات بين الماضي والحاضر. إن شاء الله نستمع لهذه الكلمة، ثم الفقرة الثانية مجلس شهادة النبي ورحيل النبي صلى الله عليه وآله لسماحة السيد علي السعبري، والذي يشرفنا لأول مرة في هذه المؤسسة من السادة الفضلاء، كان في هولندا في خدمة مكتب سماحة المرجع الأعلى سيد السيستاني، والآن يحل ضيفا على لندن إن شاء الله، وننتهز فرصة وجود هذه الأيام وهذه الفترة إن شاء الله لنستفيد من فضله وعطائه. فأدعو أولا الأستاذ محمد كاظم الشهابي لإلقاء الكلمة، ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا، الأخوات الإخوة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة رحيل نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سماحة الشيخ طرح نتحدث حول ما تفضل به حول التحديات التي تواجه الأمة بين الماضي والحاضر، واقترح أيضا محاور للحديث، ولكن يعذرني أنا راح أتحدث حول الموضوع، لكن يعني مع اختلاف في العناوين التفصيلية. في الحديث المأثور عنه صلى الله عليه وآله: كيف بكم
كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها؟ قلنا من قلة بنا يومئذ، قال لا أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيف، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. قبل الخوض في محاور هذه الكلمة، أود أن أقول إلى مسامعكم خبرين، يعني في معمعة هذه الأخبار السيئة التي نصبح ونمسي عليها، اليوم سمعنا خبرين فيهما بارقتي أمل. خبر من إسطنبول، مؤتمر علماء المسلمين انعقد مؤخرا وغير أمينه العام القرضاوي إلى عالم آخر، نأمل أن يكون خيرا من سلفه. ولفتني في البيان الذي أطلقه المؤتمر نقطة مهمة جدا، وهي الدعوة إلى المصالحة بين أطياف الأمة. نأمل أن تكون هذه الدعوة صادقة، ونأمل أن تتلقاها الأمة بما تستحق من ترحاب. الخبر الآخر من العراق، اليوم مجلس النواب العراقي أقر اعتماد نفس الرواتب، الهيكل الرواتب للأعزاء للحشد الشعبي كما هو الحال مع باقي قطاعات الجيش. هذا خبر جيد ومفرح ويستحق الاحتفاء به، ولكن لابد أيضا أن نبقى مركزين على مسألة مهمة جدا. يعني أنا في تقديري حتى أعداء الأمة الأمريكان في تقديرهم على استعداد أن يدفعوا رواتب مضاعفة للحشد الشعبي، ولكن نخشى أن يجري تجويف هذا الحشد من حقيقته. هناك كما تعلمون جميعا ما يعرف بمفهوم العقيدة القتالية للجيوش، في كل جيش توجد له عقيدة قتالية، هذا هو الأهم. يعني نأمل أن يبقى الحشد الشعبي على العقيدة القتالية التي دحر بها الدواعش، وهي ذات العقيدة التي انكسرت عليها كل محاولات النيل من الثورة الإسلامية المضفرة في الجمهورية الإسلامية على مدى 40 عاما، وكذلك من النيل من المقاومة الإسلامية المضفرة أيضا في لبنان. وعلى مدى 7 سنوات استطاعت هذه المقاومة مع الجيش السوري صد كل موجات التكفيريين ومنظميهم، وأخيرا استطاعوا أن ينجزوا في تقديري جزءا كبيرا من تحرير سوريا. عودة إلى الحديث لعل الحديث يكشف لنا جانب من أهمية التحديات الخارجية ربما التي يمكن أن تصيب الأمة، في أي أمة في حالة وهم. ولكن تعال يا سيدي يا رسول الله وانظر ماذا يحل بالأمة في هذا العصر. كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن ينتسبون إلى أمته، هم صاروا الآن يقومون بالدور ويقومون بالمهمة التي كنت تحذر
أو من 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 الخارج أن يقوم بها هم هذا الآن كثير من الحكام وكثير من النخب ممن انسلخوا عن آدميتهم وانسلخوا عن إسلامهم يقومون بهذا الدور. الإسلام كرسالة، الإسلام كحضارة، الإسلام كقمة للتجارب للرسالات السماوية تعرض إلى موجات من الغزو وموجات من محاولات وأد هذا الدين وأد هذه الرسالة. وعلى سبيل المثال لو حاولنا أن نستعرض بشكل سريع موجات الغزو العسكري التي تتالف على المسلمين يمكن أن نوجز بشكل سريع أهمها وأبرزها وهي الحروب الصليبية من العام 490 للهجرة إلى 691 وهي استهدفت الشام ومصر وأدت إلى انشغال الأمة على مدى قرنين من الزمان. وفي موجة أخرى كان الهجوم التتري على العراق والشام يعني ما حصل لتدمير من الثقافة الإسلامية ومدخرات الفكر الإسلامي والتراث الإسلامي في خلال ذلك الغزو، طبعا بالإضافة إلى استنزاف خيرات الأمة. ثم ما نشهده في الحاضر وكلنا يعني كنا شهود عيان في ما حدث لهذه الأمة منذ 30 سنة أو أكثر تقريبا، وأبرز ما حدث هو الغزو الإمبريالي الأمريكي لأفغانستان وما حدث للعراق وما حدث الآن وما يحدث وما زال يحدث الآن في المنطقة في سوريا في ليبيا، ما حدث من تقسيم السودان، ما حدث من هجمة يعني سياسية كبيرة على دول في المنطقة من قبل العدو الصهيوني وهو طبعا رأس الحربة في غزوات الأمريكان والإمبرياليين بشكل عام للمنطقة. كل هذه الغزوات كانت تستهدف بشكل مباشر ربما ثروات هذه الأمة وما تملكه من موقع جغرافي يمكن أن يشكل رافعة نهوض خاصة بعد قيام الثورة الإسلامية منذ 4 عقود، ولكنه أيضا يستهدف وبشكل عميق جدا روح هذه الأمة. وهنا نقصد هذه الرسالة المحمدية، هذا يعني هذه الدعوة المكملة لكل الديانات التي مرت بها البشرية. وفي هذا المعنى لابد من التفريق بين مسألتين في غاية الأهمية. لعل ما يتبادر إلى أذهان البعض أن المقصود بالإسلام المستهدف هو مظاهر الإسلام، وهي مهمة جدا طبعا، يعني مسألة العبادات، مسألة الالتزام الديني في يعني في ضع
ظاهر سلوك المسلمين مسألة مهمة جدا، ولنقلل من شأنها، ولكن في تقديري ما هو مستهدف هو أبعد من ذلك بكثير. يعني لا أعتقد توجد مشكلة لدى الأعداء لو صلينا ليل نهار ولو وصلنا الحاجة، يعني الفرائض والعبادات المطلوبة، لا أعتقد هذا هو ما يشغل العالم. ولكن هناك خشية من أن نصل إلى حالة إسلامية، بمعنى نصل إلى قدرة على أن نقدم نموذج للعالم كما هو في على سبيل المثال الآن التجربة الإسلامية الكبيرة في الجمهورية الإسلامية. هذا جانب مهم جدا، التفريق بين المظاهر الإسلامية وبين روح الإسلام التي يراد لها بشكل أو بآخر ومن خلال إحلال نماذج أحيانا ثقافية اجتماعية سياسية لتكون بدائل عن حقيقة هذا الدين وعن جوهر هذا الدين. في هذا المقام لابد من تسليط الضوء على جانب مهم يتعلق بهذا الجوهر، الجوهر الإسلامي. غالبا لا يجري يعني التعامل معه أو أخذه كحقيقة، وهو موضوع المضمون الاجتماعي للدين الإسلامي. الدين الإسلامي يعني ليس عبادة فقط، وإنما هناك مضمون اجتماعي، ويفترض مع المضمون الاجتماعي هناك أيضا حياة للناس، سلوك للناس، يعني بحاجة إلى مضمون اقتصادي أيضا. هذا لا أحد يتعرض له. على سبيل المثال في عيد الفطر الماضي كنا نقوم بحملة لجمع زكاة عيد الفطر لدعم الأشقاء في اليمن. هناك كثير من المتشرعين، وهناك فتاوى الشيخ كان صحيح لي بعدم جواز إعطاء زكاة الفطرة لغير الشيعي الاثنى عشر، وفي حين نحن هنا يعني كثير من المسلمين المتواجدين على هذه الأرض يأكلون ويشربون ويسكنون على كاهل دافع الضرائب البريطاني. يعني كل البنفيت هذا هو حقيقة دافع الضرائب البريطاني. هذا النموذج، هذا هو ما أقصده. أنا أتذكر الإمام الخميني رحمة الله عليه كان لعله الوحيد الذي سمح بدفع جزء من الحقوق الشرعية الأخماس للفلسطينيين. هذا كان مبكر منذ 1963. لذلك هذه الروح الإسلامية التي تستوعب الآخر ويمكن أن تقيم نظاما يتحدى محاولات الهيمنة على المنطقة كما هو الحافي جبرس. هذا هو المقصود، هذا هو المستهدف في العمق.
وإلا مسألة المظاهر الإسلامية، تعلمون أنتم الآن كثير من الدول الإسلامية التي تحسب على المسلمين ولها جمهور عريض ولها كلمة أيضا مؤثرة هي ترفع شعارات إسلامية. يعني بلاد الحرمين تحكم باسم الإسلام، وكل هذه الدعوة لا أحد يعتمد عليها لأن هذا إسلام مزيف، هذا الإسلام المزيف لا أحد يمكن أن يعتمد عليه. أما الإسلام الحقيقي، جوهر الإسلام، فهو المزدهر. في سياق التحديات أيضا التي تواجه الأمة، هناك مقولات من قبيل أن حالة العولمة أو يعني ظاهرة العولمة يمكن أن تكون تحدي للعالم الإسلامي. أنا في تقديري قد يكون هذا النوع من التحليل الكسول، لأن العولمة هي أولا حالة كما تسمى حداثية جديدة، وهي في الدول التي أخذت اعتمدت العولمة كما هو الحال في كل الدول الأوروبية، نراها لم تكسر يعني لم تكسر الهويات الأوروبية. استطاع الفرنسيون أن يكونوا أكثر فرنسية، الألمان أن يكونوا أكثر ألمانية، البريطانيين أيضا أكثر تمسكا بهويتهم، مع أنهم جميعا يعني يعيشون منخرطين بقوة في هذه الحالة، في ظاهرة العولمة. أيضا على شكل سابقا وفي مرحلة سابقة في مرحلة النهوض القومي، كان أيضا هناك مقولة بأنه الدعوات القومية يمكن أن تشكل تحدي للإسلام. أنا أعتقد يمكن أن المواءمة بين يعني الاعتزاز بالأصول بالجذور والالتزام بذات الوقت بالدين لا تنافي بين هذا ولا كل هذه الأمور يمكن أن تصار ويمكن أن تتعامل بأريحية ولا تشكل حقيقة تحدي للعالم الإسلامي. ما يشكل تحدي للعالم الإسلامي بالدرجة الأولى هو التحدي الداخلي، حالات الجهل الموجودة في العالم الإسلامي التي تسمع لحكام يعني معلبين، بمعنى أنهم كل برامجهم وكل سياساتهم هي سياسات غربية أو تخدم المصالح الغربية تحكم هذا العالم. ما يشكل تحدي للعالم الإسلامي هو الانتقال أو الانزياح إلى الهويات الفرعية. يعني بدلا من أن نتحدث عن أمة إسلامية كبيرة جدا، نتحدث عن هويات فرعية مذهبية، ما يعرف بالانحياز أو الانزياح المذهبي. يعني حين يتخندق أصحاب يعني المدرسة مدرسة الصحابة بتوجه يعني صارم ضد الآخرين أو العكس، هذا هو الخطر الذي يعني يهدد هذه الأمة. أما يعني الشيخ رواني الوقت يبدو أن ما زلت في بداية الكلام والوقت يمكن مرة أكثر، على كل حال أحاول في خلاصة أن أقول بأن هذه الخلافات
المذهبية تحديدا هي التي تهدد الأمة. طيب الآن لا يمكن أن نصح التاريخ، ما حدث في التاريخ مهم جدا وينبغي أن نأخذ منه عبرة، وينبغي أن لا نسمح بأن يتكرر. هذا هو التعامل مع التاريخ بوعي، لا نريد أن نمر مرور عابر على تاريخ الإسلامي وعلى المثالب والمصائب والفواجع الكثيرة، ولكن هذه من ارتكب كل ذلك هم ليسوا كل المسلمين. يعني هناك انحراف عن الإسلام، يعني كما أن الدولة الأموية بدأت حالة الانحراف أو بالأحرى منذ رحيل الرسول الأعظم ونقل الخلافة بطريقة غير صحيحة لاتجاه معين لدى المسلمين، هذا هو الذي أسس الانحراف واستمر الآن، والانحرافات تضخمت طبعا وصار لها تراث وصار لها جمهور وصار لها فقه وصار لها يعني دعاة وصار لها مدارس وصار لها يعني صارت الآن سلاح. الآن أخطر سلاح نواجهه هو هذا، حالة التناوض، حالة الفرقة بين المسلمين. نحن لا نستطيع أن نصلح ذلك التاريخ السيء على كل سيئاته، نحن لا نستطيع أن نصلحه، إذن يجب أن نتصالح. الآن نحن على الراهن ونتطلع إلى المستقبل، أما العودة إلى الماضي والمسؤول عن الماضي هم أفراد يعني وليسوا كل الأمة، لا يمكن أن نحمل كل الأمة الآن وزر حكام أمويين وزر يزيد أو غيره، كل أو ما حدث من مظالم في الدولة العباسية أيضا وخلال وكل على طول التاريخ الإسلامي بما فيه أيضا الدولة العثمانية، هناك مجازر، هناك ارتكابات، هناك اضطهاد ديني حصل صحيح، ولكن هذا مع التسليم به لا يمكن الآن إلا أن نتجاوزه، ولا يمكن الآن إلا أن نتصالح كأمة عسى أن ننتقل إلى أو نستشرف المستقبل ونكون مهيئين لمواجهة التحديات الراهنة والقادمة. في وقت طيب في دقيقتين أنا أريد أن أقول بأن يعني التحديات الخارجية قد لا نتمكن نحن الآن في مواجهتها ما لم نواجه التحدي الأساس الداخلي، وهو مسألة كيف يمكن أن نقدم من أنفسنا نموذج لتلاقي هذه الأمة، نموذج للتوحد وترك التناوض. هناك الآن كثير من الأحيان المضلل بهم، هناك أكيد هناك اختراقات كثيرة خارجية، ولكن بشكل خاص هناك مضللين كثر أحيانا يكونون بين يعني في بيوتنا، يكون أولادنا أحيانا يكون عندهم نوع من الحماس، نوع من الشعب الطائفي. كلما يعني نواجه هذه الحالات بوعي يعني بتنمية الوعي الوحدوي عند في عوائلنا في أسرنا في مجتمعاتنا الصغيرة، هكذا نحن أعتقد نكون أقرب إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله الذي أراد لنا أن نكون حتما أمة واحدة ولا نكون على هذه الشاكلة من التناقض. أشكر لكم جميعا وأتمنى أني أضعت ولو على شيء بسيط مما نواجه، والشكر موصول للإخوة في الأمراض. أنا حقيقة يعني في هذا المجال يعني هذا يعني لست من فرسان هذا الميدان، ميدان الحديث عن المسائل أو المناسبات الدينية، ولكن ما حبيت أرد دعوة سماحة الشيخ. شكرا.
شكرا للأخ العزيز الأستاذ محمد كاظم الشهابي على هذه الكلمة، وهو إن شاء الله من عرسان الميدان يعني ثقافته واطلاعه إن شاء الله يعين على مثل هذه المواضيع، رغم أنه نعم قد يكون هو أقدر في جانب النقرة التحليلية والسياسية والاجتماعية، وإن شاء الله نستفيد. أنا فقط قبل طبعا نعطي 10 دقائق للمداخلات والأجوبة، ولكن بما أنه تساءل أثناء الحديث حول موضوع زكاة الفطرة والحقوق، لا بأس أوضح هذه المسألة. المعلومة التي تفضل بها ليست دقيقة جدا، يعني قد يكون هناك اشتباه حاصل في فهم العبارة، وإلا زكاة الفطرة يجوز دفعها لكل إنسان ليس فقط المخالف غير الشيعي، وإنما حتى أحيانا يصل الأمر دفعها حتى لغير المسلم. نعم هناك أولوية في عند الفقهاء، أولوية طبعا الدرجة الأولى للإمام الموالي، فإذا لم يكن هناك إمام موالي مستحق تنتقل للمسلم، وإذا كان المسلمين أيضا مكتفين تنتقل حتى للكافر لغير المسلم تعطى. ولنا في أمير المؤمنين عليه السلام الذي رأى ذاك النصراني يستعطي ويستجد الناس ورفض هذا الموقف على المسلمين، قال يعني أخذتم زهرة الشباب، ولما عجز وصل إلى هذه المرحلة أعطوه من بيت مال المسلمين وأمر أن يعطى راتبا، وهو نصراني في دولة علي بن أبي طالب عليه السلام. كذلك مسألة أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه أول من باح أو أجاز دفع الحقوق إلى الفلسطينيين، لا طبعا من أقدم للإمام الخميني أيضا من أيام الشيخ كاشف الغطاء وغيره السيد الخوي، كذلك فقهاءنا بشكل عام فقهاء الإمامية نعم أفتوا بجواز دفع الحقوق الشرعية لدعم القضية الفلسطينية من زمن، ولكن الإمام الخميني رضوان الله عليه كان له مجال خاص في دعم المستضعفين وقضايا المستضعفين، وما تواجهه الجمهورية الإسلامية الآن من حصار وعقاب وتحديات لعله هو بسبب هذه المواقف المبدئية، وخصوصا قضية فلسطين. اليوم لو رفعت الجمهورية الإسلامية يدها عن قضية فلسطين قد تعين مرة أخرى شرقي للخليج وتسلم المنطقة بأكملها، ولكن ثبات الجمهورية على نصرة المستضعفين والدفاع عن قضايا المسلمين هو الذي ينتج أو يسبب كل هذا العداء من قبل الاستكبار العالمي. عموما مرة أخرى شكرا للأخ العزيز محمد كاظم الشهابي على الكلمة. إذا كان هناك سؤال أو مداخل